مبروك كمان للجمهور اللي اتحمل كتير جدا السنه دي، يمكن اول سنه تمر على جمهور النادي الاهلي في تحديات، مش احنا بس، جمهور كمان في، يعني يا كابتن يا ترى هناخد البطوله؟ صحيح. البطوله بعيده وعندهم امل، الناس كلها عندها امل ان احنا ناخد البطوله، ولكن الامل كان بعيد شويه، ولكن مش مفقود. جمهور النادي الاهلي عمره ما فقد الامل، زي ما احنا بالظبط ما بنفقدش الامل. احنا انا كنا هنا مع بعض يمكن مشوار طويل طول الفتره اللي فاتت يا اسلام، كنا عارفين ان الاهلي جاي وهيوصل وفي وقت من الاوقات هيتم التتويج، امتى احنا مش عارفين، لكن عارفين ان الاهلي عندنا ثقه كبيره جدا، لان احنا جربنا الروح دي، جربنا الشكل ده، جربنا كل حاجه في النادي الاهلي، جربنا ازاي تبقى في اخر حته في الدنيا كلها وتوصل عشان تاخد، تبقى بطل الدوري، عشان تتوج. البطوله دي جميله عشان صعبه، يعني البطولات اللي فاتت كلها كنا بناخدها بسهوله جدا. عشان كده انا بهني الانديه كلها اللي موجوده. حلو بالزبط. الانديه عملت، يعني الانديه حسستنا بقيمه الاهلي السنه دي. مظبوط. بمدى قدراته وامكانياته. مظبوط. قبل كده احنا القدرات والامكانيات خلاص احنا مزبوط. عارفين ان الاهلي هياخد بطوله. السنه دي وقت التحدي، وقت الصعوبه، ظهر اثبتنا قدراتنا وامكانياتنا، اثبت النادي الاهلي قدراته وامكانياته ومبادئه واخلاقه في كل الاوقات. تحديات بالالفاظ، تحديات بالكلام، تحديات بالافعال، بالتاجيل، بالغاء الماتشات، بالنقط، بالطرد، بالاصابات، كل السنه دي كانت كلها تحديات. عشان كده الدوري السنه دي قيمته اكبر من قيمه كل، مش عايز اقول معظم الدوريات، لان مش كل الدوريات كانت سهله برضه، في دوريات زي ما انت قلت من شويه على الشاشه سندت واسردت حاجات كتيره جدا، سنوات طويله كنا برضه في المؤخره نتيجه ماتشات وظروف، وفي في الاخر بالظبط. احنا الحمد لله احنا دلوقتي في احنا دلوقتي في القطب الجنوبي خلاص متلجين لوحدينا. بص انا يمكن كان ليا تصريح من حوالي 3 شهور كده مع حد من الناس الاصدقاء المذيعين، يعني فكان الزمالك تقريبا فرق 9 نقاط، والزمالك كان يعني في حاله التوهج يعني، فبيسالني بيقول لي الدوري، قلت له طبعا اهلي، يعني ما فيهاش نقاش. طب ايه الثقه دي يا بلال؟ يعني ليه دايما يعني لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مهما تعمل وفي ظل الاوقات الصعبه جدا وفي ظل مهما كان المنافس اللي جنبك او بعيد عنك في النقاط، ومع ذلك فيجي عند كل واحد فينا عنده ثقه، اكلم الكابتن شريف يقول لي ما تقلقش ان شاء الله ربنا هيكرمنا.